وفي مصر يحذر الخبراء من انخفاض مستوى التعليم بشكل عام في جميع المراحل بعد أن تذيلت مصر قوائم التعليم العالمية خلال السنوات الماضية. ويؤكد الخبراء أن الالتزام بمخصصات التعليم في الميزانية والبالغة 4% من الممكن أن تعيد منظومة التعليم في مصر إلى ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي. بخطى بطيئة تتقدم جودة التعليم المصري، حيث تنافس على المراكز الأخيرة بعدما خرجت من التصنيف العالمي قبل عامين. وربما اعتبرت وزارة التربية والتعليم الصعود إلى المرتبة 34 بعد المئة من بين 139 في عام 2016-2017 في مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية من حيث جودة التعليم الابتدائي نقلة نوعية، بعدما حصدت المركز 39 بعد المئة من بين 140 دولة عن العام الماضي. إلا أن الخبراء يحذرون من خطورة تلك المراكز المتدنية على التعليم المصري. إحنا ما عندناش حاجة، ما فيش منهج. هاتيلي أي طالب اتخرج من الجامعة من 4-5 سنين ونسأله هو شغال إيه وبيستفيد بكام في المية من اللي اتعلمه. لا يعني كبيره أو يبقى 5% ولا 6%، أما بقية اللي درسوا إهدار. كل ده إهدار لوقت، لمال، لجهد، وفي النهاية لازم نتزيل القائمة في مستوى التعليم. ده احنا لو ما تزيلناش القائمة في مستوى التعليم يبقى في حاجة غلط. التعليم العالي والتدريب كان أوفر حظا وحصد المركز 11 بعد المئة، ولكنه مركز غير مرضي لدولة لطالما كانت مصدرة للمعلمين. ومن الخبراء من يرى أن انعدام الاستراتيجية وغياب البوصلة والهدف من التعليم وما اسمه عشوائية المناهج حط من قدري ومركز التعليم المصري. بالرغم من أننا نمتلك جميع المقومات، عندنا 1.5 مليون معلم، وعندنا 750,000 عامل وإداري، وعندنا وزارة التربية والتعليم فيها عدد موظفين 8,000 يتجاوزوا عدد موظفي وإداري الموجودين في وزارة التربية والتعليم في الصين، بالرغم من أن عدد طلاب الصين 300% من طلاب مصر، وبالرغم من ذلك المنظومة تحتاج إلى إعادة صياغة، وإعادة الصياغة يجب أن لا تبدأ بجانب على حساب جانب، ولكن يجب أن تبدأ بالقيادة والمعلمين والمؤسسة التعليمية والطالب والمناهج كل في وقت واحد، ويجب أن هناك تدخل مباشر من رئيس الدولة، ويجب أن يتم احترام الدستور في مجلس النواب المصري، وترتفع ميزانية التعليم إلى أن تصل إلى معدلاتها العالمية، وطالبنا بأنها تبدأ ب 4%. ووفق الخبراء، الالتزام بمخصصات التعليم في الدستور في الموازنة المصرية وإعادة هيكلة المنظومة التعليمية ربما يعيد مصر على الطريق الصحيح من حيث جودة التعليم الذي امتازت به مصر في النصف الأول من القرن الماضي. فجوة كبيرة بين المأمول والواقع فيما يحرزه التعليم المصري من خطوات تغضب الكثيرين ممن يطالبون بثورة تعليمية لتصحيح أوضاعه. أنا رجائي من القاهرة لتلفزيون الكوت.